تشهد الأسواق الشعبية في محافظة أبين انتعاشاً طفيفاً خلال أيام شهر رمضان المبارك، خصوصاً حين تستعيد هذه الأسواق الشعبية تقاليدها التي تبرز العادات القديمة، إذ يجد الكثير من الناس فرصة مناسبة للحصول على عمل وإن كان مؤقتاً. في شهر رمضان السوق، حركة السوق، معاناة السوق، المأكولات التي غير موجودة موجودة في شهر رمضان، والحركة مستمرة سواء كان في النهار أو في الليل. أحمد القادم من محافظة الحديدة أحد المواطنين الذين قضوا وقتا في البحث عن عمل، ووجد هنا مكانا جيدا لبيع المأكولات الشعبية التهامية كإضافة مختلفة للمائدة الرمضانية في محافظة أبين، حيث وجد إقبالا ملموسا لدى المواطنين لما تتميز به من جودة في المذاق. جئنا إلى محافظة أبيان نطلب الله كأن نحن نازحين، فأردنا أن نشغل وقتنا الفارغ شهر رمضان أن نقدم لهم الوجبات التهامية المتنوعة المختلفة التي مشهورة لدينا في محافظة الحديدة، نقدمها إلى محافظة أبيان كي ينظروا أو تكون لهم علاقة أو خلفية في الوجبات التهامية الأخرى. بين شعبية الأسواق وتنوع المعروضات الرمضانية من مأكولات ومنتوجات زراعية، يتجاوز الناس إشكالية الواقع المتأزم ببساطة تتلخص في انتشار الأماكن المخصصة للبيع والشراء وارتيادها في رحلة تسوق أشبه ما تكون روتينا يوميا، يقضون أوقاتهم في شراء مستلزمات الأفطار والسحور كضرورة مرتبطة بمائدة رمضان. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.